حلقة جديدة من أرب وود وتغطية أهم الأخبار الفنية وكواليس الفن وأهل الفن في السينما، الدراما، المسرح وكمان المزيكا. مساء الخير يا أيه. مساء الخير يا كريم. مساء الخير على أجمل المشاهدين. ما تنسوش تتابعونا على السوشيال ميديا، إنستغرام، فيسبوك، وتويتر. وأوام هنبدأ بالهايلايتس. ظافر العابدين ونيلي كريم لتاني مرة في مسلسل رمضاني. انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان دبلن للفيلم العربي. السعودية ضيف شرف مهرجان أبو ظبي الثقافي. لقاء حصري لكاميرا أرب وود مع المطرب ماهر زين. كاميرا أرب وود في لقاء خاص مع النجمة نوال الزهبي. استقر المخرج محمد العدل على اختيار النجم التونسي ظافر العابدين علشان يشارك الفنانة نيلي كريم بطولة مسلسلها الجديد واللي هيعرض في رمضان 2017. والمسلسل الجديد مختلف تماما عن الشكل اللي ظهرت بيه نيلي كريم وظافر عابدين في الفترة الأخيرة، وقبل كده اجتمعوا في مسلسل تحت السيطرة واللي حقق نجاح كبير. أنا تعبت من الجري. أنا لما كنت عايشة في دبي كنت فاكرة إن الصفحة السوداء دي عمرها ما هتتفتح تاني، بس بعد ما رجعت مصر حسيت الصفحات عمالة تتفتح واحدة ورا التانية. ألو مريم، أنا طارق. أنا ومريم مالناش غير بعض، هي أهم حاجة في حياتي. بس أنا مش حاسة بالأمان. هو أنت عرفتها هنا ولا في دبي؟ دبي. تعرفها كويس؟ طب وعارف إنها كانت مصاحبة جوزي؟ بس ده ميت. أنا مش كويس خالص، من ساعة ما رجعت مصر وأنا بكتشف حاجات كتير عن مريم. بس ده مش حقيقي. مشكلتك مش مع مصر، مشكلتك مع مريم. مش عايز أتكلم في الموضوع ده يا هشام. مريم بتحافر كل يوم عشان تفضل الست اللي أنت بتحبها دي. لكن المرة دي قصة مختلفة تماما، وهتدور الأحداث في إطار اجتماعي رومانسي، وهنشوف قصة حب بين نيلي كريم وظافر العابدين جوه أحداث المسلسل. وهتجسد الفنانة نيلي كريم دورها قصة باليه جوه أحداث مسلسلها الجديد، وأكيد الموضوع مش هيكون صعب على نيلي كريم، وخاصة لأنها راقصة باليه في الأساس. وكمان الشكل الرومانسي مش هيكون غريب على الفنان ظافر عابدين، وخاصة لأنه قدم الشكل الرومانسي في أكتر من مسلسل وفيلم قبل كده، وكان آخرهم فيلم أبو شنب مع الفنانة ياسمين عبد العزيز. هو كده السلم بتاعنا اتحب. وانت كمان يا عزبا. أنا كمان يا الرجاله بيحبوا اللون الاصفر كده، يا اخي بيوهوجوا فيه، صح يا حاج؟ صح. اصل احنا بنحب الدندشه والنعنشه والفرفشه. لو غيرنا يا باشا وهناكل فشه ومنبار وكرشه وسمين. هناكل سمين. من ناحيه تانية قرر المنتج جمال العدل تاجيل مسلسله مع الفنان ظافر عابدين واللي كان هيقدم من خلاله اولى بطولاته المطلقه. وفضل العدل تأجيل المسلسل لانشغاله بتحضير ثلاث مسلسلات تانيين، ومن ضمنهم مسلسل الفنانة نيلي كريم والفنان ظافر عابدين، والمسلسل من تأليف مدحت العدل. انطلقت فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان دبلن الفيلم العربي داخل معهد الفيلم الأيرلندي، وحيقدم المهرجان عدد من الأفلام المتميزة. دورة المهرجان بيرأسها المخرج السينمائي جيم شريدن اللي سبق وترشح للعديد من جوائز الأوسكار، وقال رئيس المهرجان إنه سعيد جدا بالدورة دي من المهرجان، وسعيد أكتر لأنه بيتعاون مع سوق دبي الحرة اللي بترعى المهرجان، وكمان مع معهد الفيلم الأيرلندي اللي استضاف الفعالية. المهرجان تم افتتاحه في فيلم اشتباك للمخرج محمد دياب والفنانة نيلي كريم، واللي دارت أحداثه في مصر في فترة مضطربة سياسيا. نموت عشان قضية مش عشان صورة. انت ليه عايز تعمل فيها بلطجي؟ انا بلطجي يا باشا؟ قلناها ما احنا معاك. لا المسؤولية انك انت تاخده معاك في الزفت ده. وانت اللي هنزلنا 100 مرة، وانت اللي كنت بنزليه دلوقتي مش زي زمان. عايزين تبقوا قد بعض وتلبسهالنا زي ما بتعملوا. يا باشا احنا مش اخوات، لو عوروا بعض هيقولك الداخلية بتعذبنا ونتحاكم. انا دكتور صهيب شكري. هو ده عمرو دياب بتاعكوا ولا ايه؟ عندنا في المدرسة كنا بنلعب عسكر واخوان. لا مش هبطل، الناس جوا بتموت، الدنيا حاجة. وكمان بيشارك في المهرجان فيلم بعد الربيع أو After Spring للمخرجة إيلان مارتينيز، وهو فيلم وثائقي بيرصد حياة 80,000 لاجئ سوري في مخيم الزعتري بالأردن، وبتدور أحداثه حول عائلتين بيعيشوا في المخيم وسط مخاوف من المستقبل. وكمان بيرصد الفيلم دور عمال الإغاثة والمساعدات اللي بتصل للمخيم والتعليم والصحة في ظل الظروف الصعبة اللي بيعيش فيها اللاجئين. مدرستنا وكل أصدقائنا قادة، فكانت إنه اللاجئ يصل لهون بالنسبة لهم معجزة. مو حسبنا أن جيشنا مصمم أو مكون مشان يقتل الشعب. إن شاء الله يكون
نرجع بلادنا سامة. وكمان بيشارك الفيلم التونسي نحبك هادي في الدورة الثالثة من مهرجان دبلن، وهو فيلم المخرج التونسي محمد بن عطية وبطولة مجد مسطورة وريم مسعود وصباح أبو زيد. قاعد نخدم، ما تفهموش يا أخي شنو؟ إي بي بي ريدرو يجي تشوف عند الحق العرس عرس وسهرية سهريته ذيك. تتصور مازلت لنا بخاسك جمعة نبدأ في دارنا؟ ومن تونس برضو بيشارك فيلم على حلة عيني للمخرجة التونسية ليلى أبو زيد وبطولة غالية بن علي ومنتصر العياري وأيمن العمراني، وبتدور أحداثه في تونس في صيف 2010. مسموني بلادي الشاب سيبارينا منه معناها سمح نتحمل نعمل التسانسير معناها زكتنا تمس في باشا قضايا على البلاد علاش نعمل في الموزيكا مام الفتة شي ما يتعجز صاحي وين كنت بارك مبروك هذا وفيك والفيلم سبق وحصل على 24 جائزة من عدد من المهرجانات، منهم 4 جوائز في مهرجان أيام كرتاج وجائزة مهرجان المهر الذهبي في مهرجان دبي ومهرجان فينس ونامور ببلجيكا. وقال روس كين مدير معهد الفيلم الأيرلندي إنه سعيد بالتعاون مرة تانية مع مهرجان دبلن للفيلم العربي، وده بعد النجاح اللي حققوه السنة اللي فاتت. وقال إن المعهد بيلتزم بالمواصلة في تقديم برامج متنوعة بتختصر التجربة السينمائية في العالم. ودلوقتي هنروح لأخبارنا وهنبدأها مع الفنانة هيفاء وهبي اللي بتستعد للسفر إلى أمريكا لحضور مهرجان Big Apple Music Awards 2016 يوم 27 نوفمبر الجاري، علشان هيتم تكريمها بعد ما فازت بتصويت الجمهور ليها على السوشيال ميديا. وهتقدم هيفاء وهبي أغنية خاصة جدا باستعراض مميز على مسرح المهرجان. انتهى المطرب هشام عباس من تسجيل أغنية وطنية جديدة اسمها مصر يا بلدي، وده للمنتخب الوطني في كرة القدم، وبيتمنى من خلال الأغنية وصول المنتخب لكأس العالم الجاي. أغنية مصر يا بلدي من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور والتوزيع لهاني ربيع. بيستعد الفنان مدحت صالح لتسجيل الأغنية الدعائية لفيلم منطقة محظورة، والأغنية اسمها تحذير أخير. فيلم منطقة محظورة من تأليف عادل عبد الرازق وإخراج محمد فكري والإنتاج لمحمد عبد الرحمن وبطولة سارة نخلة وطارق عبيد وياسمين عمر. طرح الفنان خالد سليم أغنيته الجديدة إنسان مرفوض عشان يتم إذاعتها حصريا على إحدى المحطات الإذاعية الشهيرة. الأغنية من ألبومه الأخير أستاذ الهوى. إنسان مرفوض من كلمات أحمد الجندي وألحان مدين والتوزيع لطارق توكل. بتستعد الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني لطرح ألبومها الغنائي الجديد في نهاية العام الجاري، والألبوم بيضم 10 أغاني مختلفة بين اللهجتين اللبنانية والمصرية. وتعاونت مشعلاني مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين اللبنانيين والمصريين، منهم منير بوعساف، ملحم أبو جديد وإيهاب عبده. بريك وحنرجع مع بعض نكمل باقي فكرتنا في أربوي. أعلنت إدارة مهرجان أبو ظبي الثقافي إنهم هيكرموا السنة دي عدد كبير من الرموز الثقافية والفنية في دورته الـ14 واللي هتبدأ فعالياته من يوم 1 مارس لـ 31 مارس الجاي. واختار المهرجان السنة دي إنه يكرم فنان العرب محمد عبده، وهيكرم كمان الشاعر بدر بن عبد المحسن عن مجمل أعماله، وهيتم عمل أمسيات غنائية وشعرية مختلفة. أعلن المهرجان كمان عن باقي أسماء المكرمين السنة دي، وهم الدكتور غسان سلامة والفنان وينتن مارسيليز والموسيقي يويو ما وفرقة طريق الحرير.
وكمان اختار المهرجان المملكة العربية السعودية عشان تكون ضيف شرف المهرجان، وبيرفع المهرجان السنة دي شعار الثقافة والتسامح. مهرجان أبو ظبي الثقافي من أهم المهرجانات الثقافية اللي بتقام في الوطن العربي، واختيارهم السنة دي للمملكة العربية السعودية والفنان محمد عبده لتكريمهم شرف كبير. من ناحية تانية انتهى فنان العرب محمد عبده من تسجيل أغنية جديدة بعنوان مكة، والأغنية من كلمات ضياء خوجة وألحان الأمير سعود بن عبد المجيد، وهتنزل الأغنية قريب في الفضائيات. ومن أجمل الأغاني اللي غناها محمد عبده السنة دي للسعودية أغنية لما نعشق هالوطن، واللي طرحها في اليوم الوطني للسعودية. وين يندي تهني خيل، وين يندي تهني خيل، إلا بين ضلوعنا، إلا بين ضلوعنا. وين يندي تهني خيل، وين يندي تهني خيل، أمير الغناء العربي هاني شاكر اتعرض لانتقادات كتيرة جدا على السوشيال ميديا بسبب صورته اللي ظهر فيها داخل حمام سباحة، والبعض اتهمه بأنه يشبه إليسا اللي ظهرت بصورة متشابهة. الفنان هاني شاكر حذف الصورة فعلا من على صفحته الخاصة في صمت بعد الانتقادات والسخرية اللي اتعرض لها، وخصوصا أنه كان مرتدي قميص أبيض وهو في حمام السباحة. البعض على السوشيال ميديا بيعتبروا ان الفنان هاني شاكر والديفا سميرة سعيد والهضبة عمرو دياب ما بيكبروش خالص، وانهم دايما في شباب دائم، ولكن اللي بيقول دايما على سر شبابه الدائم هو الهضبة بانه بيحافظ على ممارسة الرياضة. وكان نشر الفنان هاني شاكر صورة على انستغرام بتجمعه مع عمرو دياب والاعلامي الرياضي احمد شوبير والفنان سامح السريتي، وكتب عليها من ذكريات 89، واستخدم الهاشتاج لكل اسم من الاسامي. كمان كان نشر على صفحته من فترة بوست بيعبر فيه عن سعادته وبيشكر فيه الجمهور على النجاح اللي حققته أفلام عيد الفطر وعيد الأضحى. ومن بين الأفلام اللي أشاد بيها أمير الغناء العربي هاني شاكر كان فيلم جحيم في الهند لمحمد عادل إمام، وكمان فيلم لف ودوران للفنان أحمد حلمي. كتب هاني شاكر على تويتر إنه سعيد بتصدر فيلم حلمي وإمام إلى الإيرادات، واعتبر إن نجاح الفيلمين بيعتبر نقلة في نجاح الأفلام الجيدة في السينما. الفنان محمد عادل إمام كتب رد على إنستغرام للفنان هاني شاكر وقال له كلام محترم من فنان كبير. الفنان هاني شاكر أعلن عن تحضير الأغنية لدعم ليبيا بعنوان سلم لي على بنغازي. سلم لي على بنغازي ومصراتها وتغرس ديرة وموال وعمومة سلم لي على بنغازي كلمات محمد صلاح وألحان وتوزيع الموسيقار محمد ضياء وتريات يحيى الموجي وعاصم المنياوي، ومن إنتاج الاتحاد العام للمنتجين العرب برئاسة الدكتور إبراهيم أبو ذكري. الفنان هاني شاكر ليه مكانه كبيره عند جمهوره الكبير في الوطن العربي كله بسبب أعماله اللي دايما متميزه واللي بيقدمها دايما بشكل متميز. أنا مريض بالستات لازم تشوف نفسي. يا ترى إيه الصورة اللي نشرها حمادة هلال وأثارت الجدل على إنستغرام؟ لو عايزين تعرفوا خليكم معانا. ودلوقتي هنروح لأخبار السوشيال ميديا. وعلى طريقة الفنان محمد رمضان، نشر الفنان حمادة هلال على إنستغرام صورة ليه واستعرض الفنان حمادة هلال سيارة وهو واقف جنبها، وكتب تعليق بيقول فيه يا جماعة العربية دي مش عربيتي بس ما شاء الله حلوة ربنا يبارك. كتبت الفنانة نوال الزغبي تغريدة على تويتر بتقول فيها أن حديث الساعة دلوقتي هو الرئاسة الأمريكية والرئيس الجديد، وقالت كمان في تغريدتها ان لا هو ولا هي، وتقصد ترامب وهيلاري، مش ممكن يغيروا حياتنا، احنا بايدينا نقرر ازاي تكون حياتنا. وعلى تويتر كتب الفنان عمرو واكد تغريده بيقول فيها نصيحه لكل الناس اللي مش طايقه بعضها، بلاش تغلط في الاهل وفي الشعوب. وكتب الفنان خالد الصاوي على تويتر تغريده بيقول فيها انه لا يتبع سلطه ولا بيمشي ورا تيارات سياسيه، لكن بيمشي مع الناس كل ما ضميره يامره بده. وقال في تغريدة كمان العقل جبان وطماع والقلب طائش ظالم. وعلى الانستجرام نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب صورة ليها وكتبت تعليق بتقول فيه ان الناس البسيطة بتعجبها جدا لانهم لا يفتخروا في الحياة غير باخلاقهم ولا يهمهم غير الابتسامة والتواضع. اما الفنانة ماي كساب فكتبت على تويتر تغريدة بتقول فيها احلى حاجة في قضايا الرأي العام انها بتبين لك قد ايه العالم اتغير من حواليك، ومستوى اخلاق الناس وثقافتهم وميولهم وطريقتهم رايحة بينا لفين،
لنا الله. بريك وهنرجع مع بعض نكمل باقي فقرتنا في أرابول. قام المطرب ماهر زين بتوقيع ألبومه الجديد من أيام في إحدى المولات الشهيرة في القاهرة. كاميرا أرب وود قابلت الفنان ماهر زين في لقاء حصري للبرنامج. نفس اتجاه أكيد يعني في رسالة بالموسيقى اللي أنا بعملها. الألبوم الثالث 15 أغنية فيها 4 دويتوز، يعني منهم واحد كمان واحد مع بنتي صغيرة آية، الأغنية مدينة. وبس يعني حتسمعوا شيء أكيد شيء جديد، لازم الواحد على طول يجدد ويحسن الشغل. اشتغلنا مع موزعين وملحنين يعني عالميين، عشان كمان يعني بنفس الوقت انا على طول يعني عندي بكون انا يعني بنفس بالبروجكت بالبروسيس مثل ما بيقولوا، بروسيس تاع التلحين والتوزيع من اوله لاخره عشان تاتش يدله موجود بتاعي. ماهر زين بيغني بسبع لغات مختلفه، منها العربيه والانجليزيه والماليزيه والتركيه والارديه، وكشف لعرب وود عن الملحنين والموزعين اللي تعاون معاهم في البومه الجديد. اكيد بنشتغل مع اللي اشتغلنا معاهم من بالالبوم الاول والثاني، بس كمان مثلا باللغه الانجليزيه دخلنا واحد في الهول بروجكت اسمه بادي دالتون من UK، وكتوزيع مودا نبي من السويد، والميكسينج والماسترينج هذا كله عملنا من افضل يعني الميكس انجينيرز والماسترينج انجينيرز، عشان الكواليتي حابين كنا عاليه يعني احسن ان بيست يعني واي. كمان كلمنا ماهر زين عن الاغنيات الموجوده في الالبوم وعدد النسخ الاجنبيه للالبوم واللغات اللي هينزل بيها. احنا عندنا 3 فيرجنز، في عندك الانجليش، هو مش انجليش فقط يعني، هو انترناشونال، بنقول له انترناشونال فيرجن، بيكون معظم الاغاني بالانجليزي. بس بعد عندك الارابيك فيرجن، الميدل ايسترن، في اغاني في مثلا بالارابيك اللي حيتباع ان شاء الله في مصر وغيره، الميدل ايست، في بونس تراك اسمها تدرون هي باللهجه الخليجيه، وفي يعني اغاني بعض الاغاني 4 أو 5 اغاني مترجمين من الانجليزي للعربي، وفي عندنا في تركيش كمان فيرجن نفس الموضوع. وسالنا ماهر زين عن الكليبس اللي صورها وكمان اللي لسه بيقرر يصورها. احنا صورنا 5 كليبات و4 منهم طلعوا نزلوا في بالضبط في الالبوم الثالث، هو اسمه وان، ونزلوا منهم يعني ذا باور بالذكر، بالعربي هي اسمها بالذكر، وعندك عندك ام الايف مع الدويت مع واحد سوبر ستار من باكستان اسمه عاطف اسلم، مصطفى تشيتشيلي كمان في الدويت في التركي بالتركية اسمها بيكا ملهمي بالعربي الفيرجن، وعندك يعني هي مترجمه للتركيش والعربي والانجليش كمان بالضبط نفس الاغنيه. في عندك اربع فيديوهات، عليك صلى الله مثلا، عليه الصلاه والسلام، وفي لسه ان شاء الله جاي. اما اماكن التصوير فكشف لنا انها مختلفه وفي اكثر من بلد. صورنا بلبنان، وصورنا بس صورنا اكثر بانجلترا وامريكا، صورنا واحد بتركيا كمان. اذا عندك مثلا عربي وانجلش وتركيش زي مثلا الدوات مع مصطفى جلل، صورناها في تركيا حسب المخرج اللي نحن متكلم معاه، يعني هو بقى ايه الافكار. مثلا عندك مصطفى جهيدي نفس اسمها بيكا ملهمي، هيدي تصورت باربع بلدان، واحد يعني منهم اندونيسيا، تركيا، رواندا اذا مش مختلفه، بس بالضبط يعني في 4 كونتريز. وفي اخر لقاءاتنا مع المطرب ماهر زين سالناه عن سر النجاح باكثر من لغه مختلفه. هي الميوزك از ميوزك، ميوزك از ميوزك، هي انترناشونال لانجويج، يعني هي بتتكلم بنفسها. يعني صراحه شوف انا يعني ما مفكر كثير بكيف يعني نعمل اللحن وهذا، لا الواحد بيطلع اللي بقلبه، بس اللي بيطلع بيطلع معه، وان شاء الله بتعرف النجاح هو من الله سبحانه وتعالى، وبس يعني نحن بنعمل اللي علينا، والحمد لله القبول يعني شايفينه من الغرب ويعني ساوث اي ايجيا الحمد لله جمهور جميل يعني جمهور كبير. بعد شويه لقاء حصري لأرب وود مع النجمه نوال الزغبي، استنونا.
ودلوقتي هنروح لأخبارنا العالمية، وهنبدأها مع النجم الكوميدي آدم ديفين اللي احتفل في 7 نوفمبر بعيد ميلاده. آدم ديفين بدأ كفنان ستاند اب كوميدي بعد تخرجه، واشتهر أكتر سنة في 2002 لما جات له فرصة كبيرة في أوردر كوميدي جروب، ومن بعدها بدأ الطلب عليه من قبل مخرجين السينما لحد ما أخد فرصة أمام النجم روبرت دينيرو في فيلم The Intern. الممثلة جال جادوت حامل بطفلها الثاني، بطلة فيلم The Batman vs Superman Dawn of Justice. صرحت انها في غاية السعادة وقامت بنشر صورة ليها هي وزوجها على موقع انستجرام عشان تشارك جمهورها فرحتها بحملها. جال جادوت اتجوزت في عام 2008 وانجبت اول طفلة ليها في سنة 2011. ظهر الثنائي ليام هامسورث ومايلي سايرس في افتتاح احد معارض التصوير لاصدقائهم بملابس زاهية، وحرصت مايلي على انها تكون على طبيعتها وتقضي اليوم بشكل طبيعي وتصورت مع اصدقائها. مايلي وليام من ساعة بداية علاقتهم وهم قرروا انها تكون علاقة خاصة جدا وبعيدة عن الاضواء والصحافة. بريك وهنرجع مع بعض نكمل فقراتنا في عربي. وصلت الفنانة نوال الزغبي لمصر من أيام علشان تسجيل حلقة من برنامج شاري ستوديو، واللي هتقدمه شيرين عبد الوهاب على إحدى القنوات الفضائية الخاصة. كاميرا عربود قابلت الفنانة نوال الزغبي خلال زيارتها القصيرة لمصر، واللي ما استمرتش أكتر من 48 ساعة. أكيد شاري دي حبيبتي وأختي وصديقتي، وأكيد أنا جاية المرة دي عشان خاطرها هي، واكيد يعني زي حضراتكم برضو اشوفكم ويكون في كونتاكت، ان كان بانترفيو ان كان تي في ان كان راديو مجلات، يعني حاجه كده، وحرجع تاني ان شاء الله. اما عن رايها في الزياره لمصر، فاكيد نوال الزغبي عندها كلام كتير عايزه تقوله. مصر ما بتتعبش ما شاء الله عليها، وشعبه بحب الحياة، وأنا اكتشفت أنه شعب مناضل، ولما بيصمم على حاجة عايزها بياخدها بالعافية يعني، وهذا شيء أنا كتير بحترم الشعب المصري عليه، وبتمنى يا ريت نحن زيكم يعني. يعني البلد فيها هدوء الحمد لله، بلد فيها أمان، وبلد أنا اللي شايفته أنه قابلة على مستقبل زاهر. أغنية عم بحكي مع حالي لنوال الزغبي حققت نجاح كبير جدا، وكمان كليب الأغنية اللي صورته مع المخرج اللبناني جوبو عيد. بغيابك عني عم عد الأيام، تطل علي وجوا عيوني تنام، وتقل بحبك يا أغلى من الروح، وقلك من بعدك ما في غرام. أغنية كتير دايناميك، حيوية، عفوية، أغنية جديدة بالميوزك، بتحسها غربية شرقية، فيها ميكس، وهذا الميكس كنت كتير حريصة أنه يكون موجود بهالأغنية، والكلام الخفيف اللي بيفوت على القلب بسرعة، لأنه هيك لحن ما بده كلام قصيدة يعني. وإجا الكليب مع المخرج اللبناني جوبو عيد اللي أبدع، وتعاوننا بهالفكرة اللي فيها كلها شقاوة والمرأة الشرقية الجديدة، لأنه ما بدي بقى المرأة الشرقية المظلومة المتاكل حقها، لا هي بتاخد حقها في إيدها. كمان سألنا نوال الزغبي عن أهم المحطات الفنية في حياتها واللي وصلتها لطريق النجومية. أهم محطة كانت بحياتي هي أكيد الصعود إلى النجومية بأغنية مندم عليك، وانا كنت بلشت نجوميتي، بتقولوا انتم درجه ايه، مدام عليك كنت الى نجوميه مطلقه. بعدين اجى ديو من حبيبي انا، كانت بصمه كثير كبيره وعمل كامل ومتكامل ومميز. اما مين مثلها الاعلى من نجوم زمن الفن الجميل، فكشفت لنا عن اسماء النجمات اللي عايزه تكون زيهم وتمشي على خطاهم.
وردة الجزائرية من أكثر الفنانات اللي بعشقهم، وهي ملهمتي بالفن ومثل الأعلى بالفن. بس أنا بلاقي نجومية اللي عملتها صباح كانت نجومية غريبة، نجومية ما زالت لهلأ، إن كان بجمالها، إن كان بأناقتها، إن كان بأغنياتها، حتى يمكن من أكثر الفنانات اللي غنت بلهجات مختلفة. أنا كتير بضوي على نجومية الراحلة العظيمة صباح. كمان كشفت لها نوال الزغبي عن السر وراء ابتعادها عن مجال التمثيل ورفضها للعروض اللي بتجيلها. لما بينعرض علي فيلم أو مسلسل بتحمس، وبس إجي لحتى أمضي بوقف، بحس أنا مش بي يعني ما بحس حالي إني ممكن يكون ممثلة أو طموحي يكون ممثلة. بحس إنه أنا ما خلقت لكون ممثلة. ما شاء الله في ممثلين بياخذوا العقل موجودين على الساحة الفنية. كمان سألناها عن رأيها في نجمات الدراما في مصر وبتحب مين فيهم، وكمان سألناها برضو في تجربة شيرين اللي جمعت بين الغناء والتمثيل. غادة عادل بتعجبني كتير، منى زكي فظيعة، بحب أحمد حلمي عنده حاجات حلوة، بحب أحمد السقا. عجبتني كتير تجربتها لشيرين كممثلة، وحبيت كل شيء بالمسلسل، كان كتير مهضوم، كتير يعني فيه البراءة، فيه يعني حسسني وقتها كنت صغيرة. هي بتمثل كتير حلو على فكرة، أنا فاجأتني. وكمان كشفت لنا نوال الزغبي عن حبها لمسلسلات الفنانة غادة عبد الرازق، لكن مسلسلها الأخير في رمضان الخنكة كان ليها تحفظ عليه. أنا كتير بحب مسلسلات غادة عبد الرازق، الممثلة غادة عبد الرازق بحب لها كتير مسلسلاتها، بس آخر واحد عمل لي شو بقوله اكتئاب. ومع كل النجاحات اللي حققتها نوال الزغبي في مجال الغناء، لسه عندها أمنيات وأحلام عايزة تحققها. بالنسبة لإلي لهالنقطة اللي وصلنا لها عندي كتير إشي حققها بعد، يعني بالنسبة لإلي أنا بعد ما حققت شيء. في كتير أمور، ليك العصر والأيام بتتغير، وكل ما بتتغير بتلاقي حالك أنت ما قدمتش حاجة، عايز تواكب العصر وتديله أكتر وأكتر. يعني اوكي مع كل هالريبرتوار اللي عندي الكبير والنجاحات والهيتات، بحس حالي انه انا قادره بعد اعطي اكثر. وطلبنا من نوال الزغبي انها تقدم نصيحه لكل فنان لسه بيبدا مشواره الفني. اول شيء يثق بنفسه وما يثق بكل العالم، لانه مش كل العالم فيك توثق فيها، ويعرف يختار اداره اعمال صحيحه، لانه اداره الاعمال يا بتوديك على الهاويه يا بتطلعك. ويكون متواضع ويعرف كمان يكون شوي عنده نتفة ذكاء لحتى يعرف يختار شخصيته، إن كان الفنية أو شخصيته اللي بده يظهر فيها للناس، لأنه كمان كله هيدا بينشغل عليه لحتى الفنان يكون نجم. ولأن مدير الأعمال في حالات كتير بيكون سبب أساسي في نجاح الفنان، فسألنا نوال الزغبي عن مدير أعمالها الحالي مارسيل الزغبي. هلأ مدير أعمالي شقيقي مارسيل الزغبي، هو كان مش مدير أعمالي، هو كان معي بيساعدني بالمكتب وبشغله، لأنه كان لسه كتير صغير، يعني كان لسه بيتدرب، وبعدين صار بأرابيكا، وبعدين صار مدير أعمال وائل جسار. وأنا بدي استفيد كمان من هالخبرة اللي هو عنده إياها. وكمان سألناها عن حياتها الشخصية وتعاملها مع الأولاد، فأكيد كان ليها وضع مختلف. أولادي ما بحبوا يطلعوا على الإعلام، كتير بتحب الشهرة، حنونة، بحب كتير البيت، بحب العيلة، بحب أولادي كتير لدرجة يعني، والله خلي لي إياهم وخلي ولاد العالم. وفي آخر لقائنا مع النجمة نوال الزغبي سألناها عن أخبارها الجديدة والحفلات اللي هتحيها في الفترة الجاية، وكمان كشفت لنا عن أمنياتها. أنا عرس السنة بعمان، وإن شاء الله يكون في حفل كمان بشرم الشيخ. نفس الأيام الجاية تكون حلوة مليانة بالصحة والسعادة والسلام. بحبكم كتير وبتمنى لكم السعادة، بتمنى لكم الصحة، بتمنى السلام عم كل العالم، ونشعر بالأمان، والأيام الجاية على الصعيد الفني يكون مليان بالأعمال المثمرة والحلوة، مش بس
من خلال نوال الزغبي من خلال كل الفنانين. أخبارنا النهاردة خلصت، استنونا بكرة في حلقة جديدة قبل الوقت هذا بساعة. شكرا لكم، شكرا لك يا كريم. شكرا لك يا آية. كمان أحب أفكر مشاهدينا تواصلوا معنا على كل مواقعنا على السوشيال ميديا، في فيسبوك تويتر وإنستغرام، من النهاردة لغاية لما نشوفكم تاني. آية عبدالله وكريم شكري، اتوحشينا جدا جدا. باي.